اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مطبخنا بساطه سهوله مرونه. احنا متفقين مع بعض ان بيكون يوم الاربعاء الاكل بتاعنا متنوع من المطبخ الغربي له طعم تاني ولكن بخف الدم مصريه. معانا النهارده الكشري بتاع الناس الطيبين بتوع اسكندريه والبحيره والمحله. الكشري اللي هو العصب بتاعه والبطوله بتاعته بيتلخصوا في حاجتين مهمين جدا، عدس ورز من خير ارضنا. هنعمل الكشري الاسكندراني او البحري ولكن كل ست بيت بتعمل الكشري بطعم مختلف. البعض بتعمله بالزيت، البعض بتعمله بالزبده، البعض بتعمله بالسمنه البلدي والنفس اللي هو الحب. طبعا كشري امهاتنا ده لا يعلى عليه. ايه هو النفس؟ الحب. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، حلاله او تقديمته او عدله، بيض مدحرج او شويه كبد فراخ متحمرين تبقى اللطافه والبساطه على السفره. معانا دبابيس الفراخ دي مطلوبه من المطبخ الغربي مع صوصات مختلفه، يا الباربيكيو صوص يا الشيلي صوص. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ممكن انت تقدميها مع مايونيز مع كاتشب. دبابيس الفراخ انا بحبها لانها بتبقى عامله زي الموزه، لطيفه وجميله. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، هي موجوده معانا. اما الحلو النهارده للامانه مفاجاه، البطاطا وشيل البطاطا وغنينا للبطاطا. البطاطا الحلوه النهارده هنعملها صينيه بالمكسرات مع المهلبيه او الكريمه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، وانا بعشق الطبق ده بس ما نكترش منه لانه دسم، لازم يخش سمنه بلدي وكريمه لباني ومهلبيه وسكر وعسل ومكسرات حاجات كده، فمعلقتين كفايه. هنعملها مع بعض النهارده وهتعجبكم ان شاء الله. وطبق الحلو ده او النوع الحلو ده من الحاجات اللي بتدي للاطفال وللشباب باور يوم الاجازه عندنا في البيت، بتقعد عندك في الثلاجه في الصالون رايحين جايين عليها كده معلقتين وما نكترش من الايه من المهلبيه. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد لان في تفاصيل كتيره، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. أنا عايزك نستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا أو الحاجات اللي موجودة في أي بيت مصري أو في أي بيت عربي. شوية رز مصري حلوين، كوبايتين من الرز، شوية عدس. أنا من الناس اللي بيحب الكشري والرز بالشعرية في عملية نسبة وتناسب. الكشري الإسكندراني أو الكشري البحري مقاديره على الشاشة، رز مصري، عدس أصفر، معلقتين سمنة بلدي حلوين، معانا بيض حسب عدد أفراد الأسرة، معانا السمنه البلدي اساسا وانا احب اعمله بالسمنه البلدي، وشويه الملح وشويه الفلفل، ومقادير بسيطه سهله وشويه حب. الكشري بيختلف من ست بيت لست بيت من ام لام، ولكن انا واثق وعارف كده كويس ان انتوا بتعملوه احسن مني لان دي اكله المفضله عندنا كمصريين جميله جدا، لان بيتميز فيها الرز لما بيتفاعل مع العدس بيبقى طعمه خطير جدا، وانا بعشق الاكله دي وكنت بحب اكلها من ايد امي رحمه الله عليها. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. والله العظيم حكايه لما كنت بعملها اروح البيت بدري، طاسه على النار حلو بنحط فيها شويه زيت، مش قلت سمنه يا شيف؟ يا عم اصبر على رزقك، شويه زيت صغيرين كده حلو، اللهم صل على النبي. وناخد الرز بتاعنا ده كده زي ما هو كده ونحطه على النار نشوحه نقلبه نحمصه شويه. انا عايز حبات الرز تبقى فارده عضلاتها على حبيه العدس، ما يبقاش معجن. الكشري الاسكندراني ده عشان تعمليه كويس ما يبقاش معجن منك. حطينا الرز اول حاجه ونقلبه. شوف التركايه الحلوه دي كده، الله عليك يا عم الشيف. وانا بقلب حلو. شوف الحته اللي جايه دي بقى كده، ممكن انت مش بتعمليها بس اتعلمها من الشيف. معانا بصلايه، انا مش هحط بصل بس شوف البصل هحطه ازاي، وده مهم جدا. هاخد البصلايه دي اقطعها اربع ارباع بالشكل ده كده، واخدها احطها فين؟ في وسط الرز. الله على شقوتك يا عم الشيف. ومعلقه سمنه بلدي عليهم، يلا بينا. ونمسك الرز نشوحه مع البصلايه دي كده، مش مطلوب ان البصلايه دي تتحمر، مع السمنه البلدي. ثم البصلايه دي بتتعرض لدرجه الحراره وسخونه السمنه وتشويحه الرز بتديني السائل بتاعها،
يوم الرز يشربه. الله عليك يا شيف لما تخش في التفاصيل. حاجة جديدة. هتلاقي شوية الكشري معاكي واخدين طعم تاني خالص. يعني ممكن تحط حبهان، ممكن تحط ورق لورا، وانا عارف ان انت شاطرة في الموضوع ده، بس يعني التغيير يعني وانك انت تغيري من الطعم ده مطلوب. هنقلب كده وخليكي عندك صبر عشان الرز يشرب السمنة وياخد من طعم السمنة وياخد من طعم البصلة. واحنا شغالين كده بس حذاري انك حبيت الرز تاخد لون، تتشبع من السمنة وطعم البصلية. والبصلية كده في قلب الرز راحة جاية، هي مش عارفة ايه موقفها ولا ايه دورها، بس انا ليا غرض من كده ان البصلية تديني وتفرز المية بتاعتها الجميلة مع السمنة البلدي والحبيات الرز، وبعد ما تستوي نشيلها. والله عايزين ناكلها زي ما هي كده سليمة، ماشي، هتكون اتسلقت طبعا زي ما انت عايز. الله، شوية كشري حكاية. تقدر تتحكمي برضو في حاجة حلوة، قرن فلفل زي ده كده، جوزك بيحب الحار، حطيه مع الرز كده وانت تقلب. شوية كشري ممكن مع طبق سلطة خضراء وتعشت. طب ده فيه بروتين، فيه بروتين السمنة البلد. انا عايزك تدرسي الاكلة، تخش في تفاصيلها. يعني طبق الكشري ده يغنينا عن اللحمة، موجود وحملناه بالسمنة البلدي، والسمنة البلدي دي بتطلع مستخرج من الايه؟ البروتين الحيواني. حلو الكلام. او زبدة، بس هي سمنة طبعا يفضل. هنقدم معاه بيض مسلوق بعد ما بيتسلق يتقشر ويتحمر فين؟ في سمنة بلدي. اصبح ان الطبق ده فيه كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، سواء بروتين، سواء كربوهيدرات، سواء نشويات، سواء حب. انا بحب الاكلة دي واحب اجود فيها واعملها ايه؟ بذمة. حلو، زمان انا شغال كده. مع ان دي وجعتني من التقليب ومبسوط، بس حبات الرز هنا ايه؟ بتشبع، تشبع. حلو الكلام. وعند ميه بتغلي ناخد العدس الجميل الحلو ده كده. العدس ما ينفعش انك انت تطلعيه من الكيس او تجيبيه من عند الراجل العطار تستخدميه على طول. تمسكي العدس تفرزيه، والعدس الحلو بتاعنا ده زي الفل من ارضنا الطيبه، بيتصدر للدنيا كلها العدس المصري. شايف الحبايه كهرمانه. يتغسل مره اتنين وتصفيه من الميه وتخليه على جنب. خلي بالك، عشان كده بقول لك الاكله، لما تعملي الاكله دي في البيت غير لما تاكلها بره. اعتقد مفيش مطاعم بتعملها، يعني بيعملوا الكشري التاني اللي بيتعمل فيه العدس ابو جبه او العدس الاسمر، انما العدس الاصفر ده يتغسل مره اتنين ويتصفى بمصفى ناعمه ويتصفى من الميه كويس ويتساب بالشكل ده كده. انا من الناس اللي بيحب الكشري ده العدس قد كميه الرز. الله، حلوه. بيبقى ايه؟ بروتين، واحنا عارفين العدس بيتصدر القائمه الاولى في البقوليات من البروتين النباتي، فاصبح ان الاكله فيها بروتين حيواني وبروتين نباتي. يا دوحة، الحيواني في السمنة البلدي. انت لازم تشوف لحمة مفرومة عشان يبقى فيه بروتين حيواني، لازم تشوف هوبر. بس السمنة دي طالعة من الايه؟ منتجات الألبان. والألبان منين؟ الموضوع لازم تكون دارس. ادي العدس مع الرز مع القرن الفلفل، ادفيهم مع بعض، احمصهم مع بعض. اهم حاجة يكون عندك البراد بتاع الشاي في مية بتغلي. حلو، شوية الملح الحلوين. الله، شوية الفلفل الصغيرين، الملح كمان شوية زيادة، والقلب. تعرف تعمل الكشري زي ما انا عملت كده؟ بس ايه في فكرة البصلة دي جوه العدس؟ جربيها بالله عليك وما تستهونيش بيها، حطها في الاعتبار ان هي هتديكي طعم لما تستوي جوه الايه؟ الرز كده. انا ما حمرتش بصلاية ناعمة ولا هقدم معاه بصلايه مقرمشه، هكتفي بالبصله اللي اتحمرت دي جوه الرز والعدس، وهقدم معاه بيض مدحرج. اللهم صل على النبي، اصلا اللون يجوع. انتوا عارفين ان اللون الكهرمانه ده بيفتح النفس؟ يعني لو حد ملوش نفس بدل ما يجيب طبق طرش يقعد عليه يجيب لون برتقاني حتى البلوزه
او تيشيرت عنده لونه برتقالي يحطه قدامه على السفر زي شاشه التلفزيون كده، نفسه تتفتح على طول لونه البرتقاني، او اطباق نغرف في اطباق لونها برتقاني. لونه البرتقاني علماء النفس قالوا انه بيفتح الشهيه. نجرب، خلي مره نفسك كده مسكره على الاكل بس ما يكونش فيه طبقه ترش على السفر ولا خيار مخلل ولا فلفل حار. جربي. الله، تضحكوا انا عارف. ها كده خلاص زي الفل، عندي ميه بتغلي على النار، حطيت الملح، ظبطت الدنيا، ابدا احط العيار بتاع الميه بتاعي. بيسالوني على السوشيال ميديا الكشري الاسكندراني او الكشري البحري ده بيعجن مننا لانك ما بتظبطيش العيار، لان هنا في عدس. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اه حلو، اه هو ده الكلام. اه حبيبي حبيبي استاذ احمد عوض، والله العظيم من نفسك عرفتك. انا محدش بيخش بالهجه، ثقه ثقه ثقه، والراجل ما يكون الثقه مع الابداع بيدوا ايه ابهار. الميه المغليه على النار اهي، تخلي بالك انك فاكره حتى ملح. هنبدا ننزل بعيار الميه. طب اتظبط ازاي يا عم الشيف؟ سيبك بقى من الكوبايه وغسلت الرز وحطيت الرز والعدس، لا انا هتدنى احط ميه كده لغايه لما ايه الاستاذ احمد عوض يقول لي بطل تحط ميه. بيسوى الرز، بيسواه. هزه بس خلاص، شفت بقى؟ بس بدون عيار، لازم يكون بالسوى ده كده، ولازم تهز الحله او تهز الطاسه. ليه يا عم الشيف؟ من غير ما تعاير اي حاجه. في طريقه تانية هقول لك عليها بس دي عايزه شويه احترافيه، والاحترافيه بتيجي من الايه؟ من الممارسه ومن التكرار. زي ما بقول لك التكرار بيعلم الشطار. هقول لك عليها دلوقتي حالا، بس خلينا نروق الدنيا كده عشان الصوره تطلع حلوه. ايه هي يا عم الشيف؟ عينيا اهو، زي ما انا بقلب كده اهو، مش هغطي الحله دي غير لما تكون بتغلي قدامي. بيقولوا لي ايه فايده البصله اللي انت حاططها دي، شكلها حلو. حقوق الطبع لدينا وبس. تعملي ايه بقى يا ست الكل؟ وهو على النار كده قبل ما تغطيه وهو بيتشرب كده، واهالينا قالوا اتقل على الرز لما يستوي، تاخدي معلقه وتحطها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ وقفت المعلقه كده وما اتحركتش، اعرفي ان العيار تمام. المعلقه اتحركت شمال يمين، اعرفي ان عيار الرز زياده او عيار الميه زياده بالشكل ده. اهو احطها في مكان تاني. حاضر يا فندم. اهي بالشكل ده كده حلو. يلا نغطي الحله بتاعتنا دي وناخد بعدين نطلع فاصل ونقصر النار على الرز، لان ما ينفعش الرز بعد ما يغلي او الكشري تبقى النار شديده. هوطي النار معاكم وخلينا ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. اتقل على الكشري لما يستوي، هنعمل شويه دبابيس الفراخ مع الشيلي صوص عشان الاطفال الحلوين وكبار السن، حاجه لطيفه وجميله نقدمها لحضراتكم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. بعد الفاصل بساطه سهوله مرونه، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل دبابيس الفراخ بطريقه بسيطه وسهله. وبنتسال على السوشيال ميديا، دبابيس الفراخ يا عم الشيف بيبقى فيها كتل دمويه ما بين الدبوس او لحم الدبوس والعظمه اللي جوه الدبوس، فانا بسيب الفراخ واقوم، سواء بنشتريها من بره سواء بنعملها في البيت. فازاي نتخلص، وانا عامل الحلقه دي مخصوص عشان الجزئيه دي، تجمع الكتل الدمويه اللي بتنشف ما بين العظمه بتاعه الدبوس ولحم الدبوس. المقادير على الشاشه، معانا كاتشب سيد الموقف، ومعانا دبابيس فراخ حسب عدد افراد الاسره، كل واحد 2 دبوس او 1 دبوس، معانا زبده، معلقتين نشا، معلقه سكر، شويه بهارات من الملح والفلفل. وتعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، وما ننساش التوم، وانا هعملها من غير بصل. حلو الكلام. طيب ناخد دبابيس الفراخ الاول، نشوف ايه التركايه اللي تخلصنا من التجمع الكتل الدمويه. باخد سكينه كده حلوه، والسكينه دي تكون حاميه، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده كل شهر توفري قرشين تجيب اكسسوارات صغيره تنفعك في المطبخ. خلي بالك يعني سكينه صغيره زي دي كده هتخليكي تقف في المطبخ كده ايه، عندك ثقه في نفسك. اهي حميتها علشان عايز افتح الدبوس ده بشياكه، ده ما ينفعش ان احنا نتعامل بسكينه كبيره هتعوري ايدك. هناخد الدبوس زي ما هو كده اهو، ونجي هنا كده نمسك الدبوس كده انا ماسكين القلم بنذاكر، ونجري فاتحينه الفتحه دي كده اهو. شفت ازاي؟ اهي 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 الدبوس اهو. شفت ازاي؟ اهو شفتي الفتحه دي مهمه جدا، انسي للدم هنا مكان بينا اهو،
شفت الفتحه دي، ولازم السكينه توصل السكينه توصل للعظمه بتاعه الدبوس. شفت هي لوحدها كده بتلاقي ايه قبل ده مع بعض. احنا معانا كام دبوس؟ 3 4 8. شفت؟ وبعد الدبابيس دي ما تستوي دلوقتي في قلب الطاسه هتشوف الفتحات دي تديك شكل حلو زي ما تكون عامله فخده ضاني كده، وتفتحيها بسن السكينه وتحطي توم وروزماري. بتلاقي بعد الفخده ما بتستوي يا عم الشيف التوم والروزماري ظاهرين كده في الفخده عاملين زي ايه لوحه فنيه. احنا هنعمل الجو ده مع الفخده بتاعتنا دي. فين الفخده؟ الدبوس ده ما هو ده فخده الفرخ، فخده الفرخ. ولازم اجيب خروف يعني عشان تشوف الفخده؟ حلو. والله انا عندي دبوس الفراخ ده احلى من الفخده الضاني، على الاقل نسبه الدهون قليله. اللهم صل على النبي. شفت ازاي بتخلص كده؟ اوعى تعوري ايدك بس، عشان كده بقول لك هات السكينه صغيره تمسكيها زي القلم. شفت انا ماسكها كاني ماسك قلم بكت. وافتح 3 4 فتحات كده. حلو. من فوق كده وانزل بها كده. ممكن تحطها على البلانشه يعني، بس انا بعمل الجو ده علشان ايه؟ احنا مع بعض على الشاشه. حلو الكلام. بقت الدبابيس جاهزه هنا. بعمل تتبيله بسيطه حلوه من التوم. حلو. من البهارات. نعم. حاضر. طالما انا جيت هنا اوريك حاجه حلوه. يلا بص على الحلاوه. شفت بقى قال لك ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي. ولكن خلينوا انتوا حضراتكم عارفين المصداقيه والشفافيه شعارنا على شاشه القناه الاولى. انا للامانه في الفاصل حطيت معلقه سمنه بلدي، سوري حطيت معلقه زبده. شفت انا هعمل بص هقلب كده. يلا بينا. البصلايه الحلوه دي كده اهو دي البصلايه دي في قلب الكشري عامله زي الايه اللحمه. شفت الكشري من تحت العدسيه من تحت لونها مختلف ازاي؟ ما نقلبوش كتير، هي تقليبه واحده وشكرا. صدقيني فكره البصل جوه الكشري دي حقوق الطبع لدينا وبس، لا تقولي لي جوجل ولا مستر جوجل. مستر مغازي وبس. بصلايه ما حمرتهاش انا، البصلايه زي ما هي قطعتها 4 وخليتها تتحمص مع الرز والعدس وقلبتها كتير. لسه عايز انا مهدي النار خالص مش مستعجل عليه. والقرن الفلفل ده لجوزك يحرحر بقه علشان ياكل الطبق كله ما يروحش ياكل عند مامته. خلي بالك. ما هو القرن الفلفل ده يخلي الواحد ياكل. حلو. هدي النار يا عم الشيف. نوطي ونقفل تاني الحل. هي ما تقلبوش تاني خلاص. زي الفل. تعالوا نكمل حكايتنا مع الدبابيس. ناخد بعضينا وناخد التوابل الحلوه دي كده. فلفل اسود مش هيقول لا. شويه ملح. حلو. الدبابيس اقلهم في اجزاء الفرخه من الزفاره. حلو. بابريكا. شويه كركم كده. الدبابيس اتبلت معايا زي الفل. معلقه خل صغيره. وامسك الفراخ دي يا عم الشيف. عصره ليمون معلش كمان. تمام. وامسك الفراخ دي التركايه الاخيره معلقه نشا. نعم. تدفع كام واقول لك؟ بيقولي ليه حطيت نشا؟ هو انت بتعمل مهلبيه؟ ما انت دوحه كبيرك مهلبيه انا عارف. ده لو عملتها كويس يعني. يسمع النشا ده لما نيجي نعمل مهلبيه يا ام علي. النشا ده انا حطيته ليه يا عم الشيف؟ عشان انا حاطط توابل وانا عايز التوابل دي تتغلف بيها الدبوس وما تسيبش الدبوس او في اول طريق، يعني اول ما نحطها في النار تلاقي التوابل راحت في سكه والدبوس في سكه. ايه اللي يثبت التوابل في الشكل الخارجي او التوبنج او الشكل الخارجي للدبوس؟ معلقتين النشا اللي انا حطيتهم او معلقه النشا. هاخد الفراخ كده يا عم الشيف واعملها كده. وعندي طاسه شديده الحراره. لازم تكون شديده الحراره. اوعى تحط زيت. حط الزيت طالما حطينا نشا او دقيق في تتبيله اي حاجه. حذار انك تحط زيت او نشا. يا عم عبد الله ازيك؟ امسك الدبوس كده بايديا كده واخد التتبيله دي كده زي ما انا شغال كده. شفت مكان الفتحه ايديا تخش.
يا استاذ عبد الله ازيك؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ اهلا وسهلا يا اخي كريم. اهلا بحضرتك. اتكلمنا منين يا عم عبد الله؟ انا بكلم حضرتك من الجيزه، طالب سياحه وفنادق. اهلا وسهلا. حضرتك كنت عايز اسال بس ازاي اسوي الفراخ من غير ما تتسلق؟ تسوي الفراخ من غير ما تتسلق؟ عايز سوايه طريقه كنتاكي كده. بقول لك انت داخل ناويلي. عايز تسوي الفراخ كريسبي؟ حاضر عينيا وخليك تعملها احسن ما قلت. وليكن الدبابيس دي عايز تسويها زي ما هي كده يا عبد الله، زي ما انا عملت كده دلوقتي. يلا انت ابن حلال والله، شفت الطريقه دي لغايه كده حتى شغالين صح. هتاخدها من الخلطه دي زي ما احنا شغالين كده، تحطها في التوبنج بتاعها اللي هو عباره عن كوبايه دقيق معاهم ربع كوب من النشا، معاهم معلقه من البصل البودر، معلقه توم بودر، شويه بابريكا، شويه زعتر، ونقلبهم على بعض مع ربع معلقه من البيكنج باودر عشان تديك هشاشيه كده وتبان الدبوس ده يبان فخضاني. نقلب الخليط ده كله مع بعض اللي هو التوبنج ده كده، وناخد الدبابيس دي نسقطها فيها ونضغط عليها بايدينا، يكون الزيت هنا شديد الحراره، نحمرها على مرحلتين. المرحله الاولى تاخد الصدمه وتاخد الشكل، نشيلها من الزيت، نهدي الزيت شويه لغايه لما تصفي السائل بتاعها ونرجعها تاني للنار. حلو تمام يا عبد الله كده زي الفل، ربنا يرضى عنك يا ابني ويسعدك. تعالوا معانا الطاسه على النار، بنحط شوية زيت. حلو تمام، اللهم صل على النبي. ومع الزيت ده معلقة زبدة. عرفنا الدبابيس اتبلت ازاي؟ اقول تاني اللي ما خدش باله، جبنا الدبابيس فتحناها بالسكينة، حلو، تبلناها بتوم وعصير ليمون ومعلقة خل ومع ملح وفلفل وبابريكا، تمام. حطينا معلقه نشا ومسكنا دبابيس الفراخ واحد واحد، تبلناه بالتتبيله بتاعتنا. الله، بتعمل ايه يا عم الشيف؟ دي بقى اللي هو مرحله الفراسه، مرحله الابداع، مرحله التفوق. زعتر مع الزبده والزيت. الله الله عليك، يلا بينا يلا بينا. الله، اعملها زي كده بس وقولي رايك فيها بالله عليكي، ما تبخليش عليا بكلمه حلوه، ما تبخليش عليا. تسلم ايدك يا شيف مصر. الله، البهريز ده انا مش عايزه، بس خلاص هناخد دول كده شويه الفلفل الحلوين دول ونحطهم هنا كده. الحاجات دي الاولاد بيحبوها زي الفل، ونسيبهم على النار يتحمروا. تعالوا ناخد الكشري بتاعنا جاهز للغرف. نعم، انت ممكن تقعد تقعد يوم تعمل كشري في المطبخ، انما الشيف المغازي كانه بيعمل كوبايه شاي. كشري، بص عليه. تاكل العدس ولا الرز؟ اللهم صل على النبي. الكشري يتقلب بشوكه. بص ازاي. معانا مين يا فندم؟ يا استاذ احمد، ازيك؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ حبيبي يا ابو حميد، الله يكرمك. انا بجد والله العظيم انا ما عارف اقول لك ايه بجد. الله يبارك لك. احنا بس عايزين ايه، يخترعوا حاجه في التلفزيون تطلع الريحه الجميله بتاعتك اللي انت بتعملها دي. جايين هنخترع ان احنا نجيب لك الاوردر اللي جيت عندك من خلال التليفون، تقلقش. الله يكرمك حبيبي، الله يكرمك حبيبي. هو ايه الفرق ما بين الطريقه الجميله اللي حضرتك بتعملها دي والطريقه اللي هي بتاعت بيتحط زيت غزير؟ ده بالنسبه للكشري ولا الفراخ؟ لا بالنسبه للفراخ الدبابيس دي. زيت غزير انت بتحمرها كريسبي. انا دلوقتي بشويها، انا دلوقتي هشويها عشان هتاخد معايا صوص شيلي. صوص الشيلي ده عباره عن كاتشب. يعني اقول اتفضل. يعني هي مش هتتحط في حاجه تاني بعد كده ولا؟ لا خلاص، انا بسويها كده زي ما هي كده وادخلها الفرن تكمل سواها كاني بشويها. طب يعني ايوه خدت بالك، شفت هي بس زي ما هي كده اهي، شفت ازاي قلبتهم زي الفل. ايه رايك؟ يلا بينا، وانت معايا كده ندخلها الفرن. انما لو انا هحمرها في الزيت زي ما قلت للاخ بتاع السياحه والفنادق من شويه، بتاخد التوبنج اللي هو الدقيق مع النشا وبعدين تتحمر. هناخد دي مع بعض كده وندخلها الفرن. يلا بينا. درجه حراره الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. ده بيس الفراخ. في قلب الفرن. يلا بينا.
اللهم صل على النبي. فين مكانها دي يا دوحة؟ اه على الشبكة. اه يلا بينا وريني كده ايه. العب. هو ده دبابيس الفراخ بخبرة طهوية علمية في الفرن بتاخد التسوية بتاعتها. خلينا ناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع نغرف شوية كشري بيتكلموا مصري لأنهم معمولين بخفة دم مصري. اه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وعايز أوري لحضراتكم اللحظات الجميلة اللي بتحصل في الفاصل. طبعا التايم بتاعنا 3 دقايق فاصل، أكيد بيحصل للفراخ هنا في قلب الفرن تغيرات. تغيرات فيسيولوجية، تغيرات كهربائية. نبص على الدبابيس إيه الحلاوة دي؟ طبعا الزبدة هنا اللي أنا أضفتها مع الزيت هي اللي بتساعد على الإحمرار بتاع الدبابيس الفراخ مع التتبيلة اللطيفة الجميلة. الدبابيس هنا مستوية وبتاخد فطارها للسوى، بجهز لها الصوص الشيلي بتاعنا، تعالوا شوف نعمله مع بعض إزاي. ولكن قبل ما أعمل الحاجات البسيطة ديت، لأن عندي بيض مدحرج للكشري وعندي مهلبية أعملها للقرع العسلي، فخلونا أغرف الكشري عشان نتغازل فيه شوية والبيض هنا يتحمر على إحنا ما نخلص. اهو البيض اهو، هو ده بقى الكلام. بيض اتسلق وعندي سمنه بلدي، واحده واحده كده. سموه مدحرج ليه يا دوحه؟ هتقول لي لانه بيتدحرج في السمنه البلدي. اه كان زمان يقول لك اللي ياكل اربع بيضات كانه اكل فرخه، بيضه ربع فرخه، مش عارف صحيح ولا لا. الله على السمنه. اه تبلوهم بقى بشويه بهارات حلوين كده، شوية بابريكا حلوين، الله، شوية كمون، أنا بحب الكمون على البيض المسلوق مع فلفل أسود وكركم. كركم مفيد. اه التتبيلة دي حلوة على فكرة، ما تنسيش الفلفل الأسود ده أهم حاجة كده، وشوية الملح، شوية السمنة الحلوين دول كده. هو ده الله. ناخد الكشري بتاع ده نغرفه بالصلاة على النبي. هو ده زي ما قلت لحضراتكم، اذا انت عايز البصلايه في قلب الكشري اهلا وسهلا، بنرحب بيها. بس خلونا ناخد القرن الفلفل ده كده، عشان جوزك اول ما يشوفه على وش الكشري هيقول لك تسلم ايدك يا حبيبتي. ليه بقى؟ لان الفلفل الحار، شفت البصلايه مستويه ازاي؟ بتفكرني بالبصلايه اللي بتبقى جوه المرق بتاع الملوخيه. اه المدام لما تعمل لي ملوخيه والاقي فيها بصل سليم مستوي بعشقه. الله شفت حبايه الرز بتسبق حبايه العدس، وحبايه العدس بتسبق حبايه الرز. اه بصل ده. طبعا ده لاول مره تشوفيه الجو ده، بتشوفي دايما البصلايه متحمره. عايزه تعملها كده ما عنديش مشكله، بس ده تغيير. تتحمر ازاي؟ بنجيب البصل نقطعه شرايح، ياخد معلقه نشا، ياخد شويه بهارات حلوين، ونمسك البصلايه نحمرها في قلب الزيت. بس ده جو تاني بقى. بيقولوا لي طلع البصل على الوش عشان ايه؟ حقوق الطبع لدينا. وبس ناخد البيض المدحرج بتاعنا، اللهم صل على النبي، ده نعناع، شويه السمنه الحلوين دول. الله تسلم ايدك يا شيف والله. وتعشت لازم يعني نجيب بالفراخ ونجيب اللحمه اهو. الطبق ده فيه كل حاجه انت بتدور عليها، بروتين موجود، نشويات موجود اهو. ممكن نقطع البيض ده نصين، شويه السمنه دول كده على وش يا ويلي. اختياري برضه اهو، سمنه بلدي. ها عشان كده بقول لك ايه، لازم سمنه بلدي. الف هنا وشفا. شويه كشري زي ما قال الكتاب. كتاب مين اللي يقول الكلام ده؟ المغازي. تعالوا مع بعض نعمل الصوص بتاع دبابيس الفراخ اللي في الفرن. حلو الكلام. طاس على النار بسرعة كده. الطاسة دي بنحط فيها شوية سكر. الله شوية سكر دول كفاية. بنحط على السكر ده معلقة زبدة. صغيرة كده. ونسيبهم شوية وننساهم. اللهم صل على النبي. على ما الزبدة تسيح مع السكر خلينا نشوف مقادير عشان نكسب وقتنا. مقادير القرع العسلي، صينية القرع العسلي بالمكسرات. المقادير على الشاشة. البطاطا الحلوة. اه بقى فكرني بالقرع العسلي. بطاطا حلوة هي نفس الطريقة، ممكن نعملها قرع عسلي. بطاطا حلوة
موجودة عندنا سليمة ومسلوقة. علشان اللي مش عارف البطاطا الحلوة، اخواننا في الشاب بيسموا البطاطس بطاطا. احنا في مصر هنا نقول على البطاطس بطاطس عادي، والبطاطا بطاطا. دي بطاطا، ومعانا بطاطس بطاطا مسلوقة، ومعانا مهلبية، ومعانا شوية مكسرات وشوية فانيليا. حلو الكلام. المهلبية دي تشطر فيها حليب ونشا. انا عاملها مسبقا اهيت، المهلبية دايما طالما هتستخدميها في الحشوات، صينية بسبوسة بالمهلبية أو بالقشطة، صينية كنافة بالقشطة أو بالمهلبية، جلاش بالمهلبية أو بالقشطة، لازم تخفقيه جيدا بعد ما تبرد، تبقى معاك زي بالشكل ده كده أهو. حلو الكلام. بنحط السكر ونحط الفانيليا. الله، بس خلاص. ونقلبهم تاني. وأنا شغال كده زي الفل. نرجع لموضوع الصوص بتاعنا، الكراميل بتاعنا. وجود الزبده مع الكراميل بيحميه من الاحمرار. ننزل بالكاتشب وفص توم. الله على الحلاوه اهو. يلا بينا. الصوص ده رهيب اهو. لسه ما خلصتش. وننزل بالكاتشب بتاعنا. شفت الصوص ده كده؟ الله اكبر. حلو قوي. معانا قليل من الماء الساخن زي الفل. الطعم هنا معانا. نشوف الدبابيس نطلعها من النار. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ عايزاها سبايسي حط شطه، بس انا ما انصحكيش تحطي شطه باودر. ممكن تقطعي فلفل حار او شويه بابريكا حلوين زي دول كده. نعمين امان. وفلفل اسود زي الفل، وسنه ملح صغيره. ونقلب دول مع بعض، وتعالوا نطلع الفراخ من النار. نبص عليها وهي طالعه من النار، ونوسع لها الدنيا الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. يلا بينا. هو ده. ونحط دي هنا كده عشان اي حاجه سخونه تحميها. ونبص عليها. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ بالله عليك. اهي 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 اهي. الله اكبر. اهي طلعها كده. الله عليك يا عم الشيخ. لسه ما خلصتش انا. الفراخ دي لازم تشكريني عليها. هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ هنجيب طبق التقديم بتاعنا سريعا كده، عشان وقتنا أزف، وده مهم جدا. اهي تمام. وناخد دبوس دبوس كده. انسي، بالله عليكي تاكلي منها وتدعي لي. الدبوس طالع بدايب دوب اهوت، واستوى بسرعه. هننزل عليه بالصوص بتاعنا. الاختيار ليكي بقى، عايزه تقدميها مع باربيكيو صوص اهلا وسهلا، الشيلي صوص اهلا وسهلا، الوايت صوص اهلا وسهلا، صوص الجبنه الشيدر اهلا وسهلا، اختياري. الله على الدبابيس يا عم الشيخ. نحط الفلفل ده كده عشان مدحت بيحب الحار اهو. وناخد الصوص اللي في قلب النار دلوقتي. بس شوف البغاز هيعمل ايه بقى. هنا الزعتر ده نحطه هنا. هناخد الحله دي يا عم الشيخ زي ما هي كده، نشيلها. معلش سامحوني. اللهم صل على النبي. واحدة واحدة كده. ونحط دي هنا كده. الله أكبر. ونحط ده هنا. وناخد دي هنا ونيجي هنا مع بعض. شوف الشيف هيعمل إيه بقى. ده الناس المحترفة. نحطها على النار. نحط فيها شوية مية كده. شفت بقى الجو ده كده؟ واخد البهريز بتاع الفراخ دي. الله عليك. الله عليك وعلى والديك. وناخده بحرفية كده. شفت الجو ده أنا عايزه. وننزله على الصوص بتاعنا اللي إحنا حطينه على النار بيغلي. خلي بالك ده مهم جدا. هم دولت اللي هيغيروا الحياة. دول اللي هيغيروا الطعم. زي ما هم كده. وتعلميها بقى عشان تاكلي دبابيس فراخ زي بتاعت بره. بس ده لازم يتصفى كويس. بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي.
شوف الحلاوه دي يا دوح، شوف الجمال ده يا دوح. الله الله، هو ده هو ده، ده المطبخ. شفت ازاي بقى تاكلها بره؟ بقى تاكلها في اي مطعم، انت اللي عملتها بايدك، وانت اشهر واحده في العيله تعملي الدبابيس بالشكل ده. ناخد الصوص الحلو ده كده، يلا بينا. اهو بص على الحلاوه دي، بالله عليك وصلى على الحبيب قلبك يطيب. هو ده، الله، لا تستاهل، الف هنا وشفا للي ياكل. طيب نرجع للمهلبيه بتاعتنا. عايز اعمل شويه بطاطا بطريقه جديده، اشيل التوم والبصل، لابس الجلافزات وانت شغال في توم وبصل غيرها، معلقه فيها توم وبصل شيلها من قدامك عشان ما تغلطش بدون قصد وتستخدمها. ده بيحصل معاكي في المطبخ، خلي بالك وتبوظي المود بتاعك. يعني تكوني مثلا مقلبه بصل او تومه بمعلقه، وفجاه بتقلبي زبده او بشاميل بالمعلقه، تبقى قاعده على الاكل انت شامه ريحه البصل وعارفه السر فين، بس قاعده وساكته وكاتمه مستنيه حد يقول لك ايه المهلبيه ريحتها بصل يا ماما، هتقولي لا. حلو الكلام، فانا هنا خلصت. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي في عجاله. المهلبيه جاهزه، ده الاهم، بنحط عليها المكسرات ونقلب المكسرات على المهلبيه بالشكل ده كده، ونسيبها شويه في المهلبيه السخنه دي عشان المكسرات دي تطرى. عندي حله تانية بحطها هنا شديده الحراره، اخد البطاطا الحلوه دي اللي هي اتسلقت قبل كده بمعلقه بعيد عن البصل والثوم واسقطها هنا. الله، شفت ازاي سمع الصوت ده كده؟ اهو 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 اهو، حلو قوي. تمام، ونقلب البطاطا دي بالمضرب، وانا بقلبها بحط لها مكعب من الزبده، وخلي بالك استخدامك للمعلقه هنا ما يكونش فيها بصل وثوم. وتعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. شويه مهلبيه عليها، تقريبا نص المهلبيه، ونقلبها كده. الله، تسلم ايدك يا ام غازي. اه شفت الحلاوه دي كده، ريحه الفانيليا فيها. نجيب طبق التقديم، قلب زي ده كده، ونحطه هنا. دنيا حلوه كده، والبطاطا دي هنا كده، ونشيل كل ده من هنا عشان الدنيا الحلوه دي ما يبقاش في زحمه. وتعالوا نغرف البطاطا دي عشان وقتنا خلص في عجاله. اه بناخد البطاطا دي كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ خدي معلقه من دي بس وادعي لي بالله عليك. عملتها تاني ازاي؟ جبت البطاطا سلقتها بالقشره، بردت قشرتها، خدتها هرستها، خليتها على جنب، خلصنا شغلنا، عملنا شويه مهلبيه من نشا وحليب وفانيليا وسكر. الله، الف هنا وشفا. ناخد المهلبيه اللي عندي دي كده ووزعها بالتساوي على الوش هنا كده بالشكل ده كده، معاها مكسرات طبقة تانية يعني، واسويها بالراحة، واخلي لون البطاطا باين كده عشان اللي على السفرة يسأل ايه ده، لا يفتكروا كاستر. وناخد المكسرات بتاعتنا الحلوة دي كده. الله عليك يا عم الشيف، حلو وبسيط وسهل وحاجة لطيفة في متناول الجميع، بس الحب هنا هو أكبر ماتيريال في الأكلة دي. اه داخلة المطبخ تعملي حاجة حلوة. حلو الكلام؟ اه الحب يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني انت حابه تقفي في المطبخ يا امي، فهتخش المطبخ تعملي من الفسيخ شربات زي المغازي ما بيشتغل كده. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، عملنا طبق كشري بمدرسه المغازي، وقصه البصله دي لا مستر جوجل ولا مستر فيسبوك ولا اي حاجه، هي هنا وبس اهي. بصلايه قطعناها اربع ارباع من خير ارضنا، العدس من خير ارضنا، الرز من خير ارضنا، كل ده اتحط على النار مع معلقة سمنة بلدي، صنعنا طبق كشري لطيف وجميل بخفة دم مصرية. عملنا دبابيس الفراخ من المطبخ الغربي، ولكن برضه بخفة دم مصرية مع الصوص شيلي صوص اللطيف المشهور في بعض المطاعم. رؤية فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.
We'll be right back.